الترحيب بالسيد والدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكدل الديمقراطي من أجل العمل والحرية. دكتور مرحبا بك في قناة حنا بعل. شرفنا بالأحزاب السياسية، مع أنه سي غازي يقول لك أنها مشاركة حتى بصفة غير مباشرة. تغيب الأحزاب السياسية في تركيبة اللجنة قد يؤدي بالبعض إلى القول أنه لا يمكن ولا يمكن أن يقبلوا بنتائج الإصلاح السياسي باعتبار أنه لم يتم تشريكهم. موقف حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في هذا الخصوص، في خصوص تغييب الحزب وتغييب بقية الأحزاب من المشاركة في اللجنة. شكرا على الاستضافة. شكرا لحنا بعل. أنا يظهر لي فما سوء تفاهم كبير. القضية ما هيش متعلقة بتركيبة اللجنة، فيها حقوقيين بدون شك على مستوى التركيبة، ينجم إنسان كل طرف من الأطراف ينجم يرى أشخاص أخرين، ربما اختصاصات أخرى. فما فكرة لكونه ما تكونش الهيئة هذه واللجنة هذه متكونة كان من الحقوقيين، يلزم ربما أساتذة في مجال الحضارة، فما اللي يتحدثوا على الاقتصاد. اليوم الاقتصاد في الدساتير في عدد من النصوص في بعض البلدان المتقدمة عنده مكانته يعني. لكن المسألة ما هيش على مستوى التركيبة، التركيبة هي تنجم تكون نتيجة لأسلوب عمل ولتحديد المهام. سوء تفاهم الكبير هو أن أولا فما التصور اللي احنا مانيش ثورة، أنت في تقديمك للموضوع تحدثت على ثورة، ما همش الناس الكل يتصرفوا وكأننا نعيش ثورة حقيقية. فما اللي تصورها انتفاضة، وربما القوس تفتح وتغلق وقاعدة شوية تجاوزات ونعملوا شوية مسكنات بعض إجراءات والأمور الكل ترجع إلى نصابها وانتهى الموضوع. لكن إذا كان نعتبر أن احنا تونس عاشت ثورة، ثورة حقيقية لا محالة، تلقائية شعبية، كانت ثورة رصينة، ثورة شبابية ساهم فيها الشباب يعني بشكل هام وهذا واضح، ثورة اللي كانت لها من النضج ما سمح باش تكون مثال للعالم اليوم، إلى حد كونه في بلدان أخرى يعني ولات مجال باش يقتبس منها، والناس كل قاعدة تطبق تقريبا في الشيء اللي وقع في تونس في بلدان أخرى. إذا كان ثورة، الثورة اش طالبة؟ طالبة القطع الواضح مع مرحلة الاستبداد. القطع الواضح مع مرحلة الاستبداد ما معنى ذلك؟ معناتها المؤسسات اليوم اللي هي موجودة، معناتها تو ناخذ البرلمان وربما باش يقع الحديث فيه. إذا كان باش نقعدوا نتعاملوا مع القضية هذه مع الوضع هذا بشكل قانوني بحت، وأنا أحترم رجال العلم ورجال القانون وبالطبع باش نتلفتورهم ونستشيروهم، لكن اليوم الموضوع سياسي بالأساس. عندنا برلمان هو تنجم تقول بابوشة فارغة، مجلس مستشارين أفرغ وأفرغ، الكل هم عينهم بن علي، الكل هم بدون أي استثناء، هذوما مازالوا موجودين ويجتمعوا ويأخذوا في القرارات. فين احنا؟ هذا السؤال الأصلي. السؤال الثاني، حكومة توجدت خاطر نطبعوا في النصوص، لكن هل الحكومة هذه انتقالية أم هي دائمة؟ هل ترى إذا كاني انتقالية تنجمش تقوم هي بالإصلاحات؟ هل هي مطالبة باش تقوم بإصلاحات؟ السؤال واضح، الجواب واضح. كذلك وقت هي تعين لجنة، الفكرة هائلة، لابد من لجنة اللي تدرس القوانين والدستور إلى غير ذلك، لكن هاللجنة هذه مهما كان الفطاحلة اللي هما باش يخدموا فيها وباش يخرجوا المقترحات وربما أسلوب العمل متاعهم باش يكون سليم باش يستشيروا الناس كل، لكن في نهاية الأمر باش يعملوا صياغة تأليفية بين الشيء بالشيء اللي سمعوه، ثم باش يهزوا الأمور الكل باش يمدوها للحكومة اللي هي انتقالية واللي هي باش تتصرف. اليوم الحكومة تتصرف وحدها في كل شيء بدون ما عندها أي ضابط من الضوابط، ولهذا والموضوع تو نطرحه علاش طرحنا مجلس أعلى لصيانة الثورة اللي هو يكون مؤسسة سياسية بالأساس. نجيب بعد الاقتراحات ونجيب موقف الدكتور مصطفى بن جعفر من الحكومة المؤقتة باعتباره أنه انسحاب من الحكومة المؤقتة الأولى بعد تعيينه وزير للصحة، وكثرة ياسر الأحاديث والأقاويل الدكتور مصطفى بن جعفر يعطينا
مصطفى بن جعفر يثور تساؤل في هذا الإطار دكتور، لماذا نخاف على الثورة من احتواء السياسيين والنقابيين والحقوقيين؟ شفنا من خلال الفقرة المصورة الجامعين يخشون على هذه الثورة من أن يتم احتوائها من ثلاثة أطراف. والله ما فماش احتواء، هذه كلمة احتواء متاع ناس كأنهم ماذا بها الثورة ما وقعتش، يعني قاعدين يفركسوا لها في النواقص ويحاولوا باش من الثورة يجعلوا حاجة كأني مناورة. اللي يؤمن بالثورة ما يتكلمش على احتواها، لأن الثورة لا يمكن احتواها، هي حاجة تلقائية شعبية. ثم أنا في الحقيقة كما قلت في الأول نحترم العلم والبحث، ونبدأ شوية بهت على الأقل في الشيء اللي نعيشوه في تو، وقلي نشوفوا بعض إخوان قاعدين يحلوا كأنهم يحكيوا على ثورة لها 10 ولا 20 سنة التالي، وقت اللي هي البارح ولت البارح في الكاف مازالت ناس موتة في سيدي بوزيد كيف في ظروف مازالت غامضة، ومازالت الأبحاث ما عطاتش شنية النتائج متاعها. يعني ثورة مستمرة، علاش؟ لأن كانوا يصوروا أن 14 جانفي وقت اللي هرب سيد انتهت المنظومة الاستبدادية، مشات معاه، هو مشى وخلاها، والمشكل هو هوني، لأن أزمة الثقة ما زالت متواصلة. والحكومة رغم أنها عملت شوية جافيل وكريست ومو، ما زالت حكومة ما هيش محرزة على الثقة الكاملة متاع الجماهير. ثم هالسياسة هذه متاع القطرة اللي هاو نعملوا حويجة له ونشوفه، كان تعديت هيا منعنا، وكان ما تعداش هي هاتوا نراجعوها. شفنا التركيبه نتاع الولات الى غير ذلك، تسميه الناس اللي مسؤولين في الاذاعات، الاعلام بنفسه. انا اللي اول مره نتعدى بحذاكم الوطنيه مازلت ما ممكن ما عنديش القبول فيها، بحيث هالاوضاع هذه تخلي الشكوك تتواصل، فهمتني؟ بحيث الموضوع استشهاد البوعزيزي، استشهاد البوعزيزي تحدث واحد من الباحثين قال انتقل من المحلي، فما كلمات حلوة ياسر وقلي إنسان يقراها في كتاب، وقلي يتصور وأن الانتقال من المحلي إلى الوطني كلف هالبلاد هذه وشبابها ورجالها 200 شهيد. معناتها يا أخي نقولوا على الأقل اللي هالمسألة هذه ما وقعتش في 24 ساعة، سيدي بوزيد 15 يوم وحدها بالقناصة اللي يقتلوا في الناس بالضر. هذه بالمجد ثورة شعبية، صحيح وأن المنطلق ربما مركز على حالة اجتماعية، لكن في الحقيقة الوضع الكامل، وضع الاستبداد اللي ما سماش اليوم شريحة هون نسمعوا حتى عندكم انتوما تعديوا في العديد من معناتها الحصص، الناس كيفاش تقدم في الشكايات وتحكي على الماضي كأنه معناتها كنا في دهليز وخرجنا من هالدهليز هذايا. يعني لا نستصغر ولا يمكن أن نتحدث على هذه الحملة التضامنية اللي مست كل شرائح الشعب التونسي بمثقفيه بفنانيه بنقابيه، ربما النقابيين لعبوا دور أساسي في شيء من التأطير وحماية الثورة، هي في المنطلق من الانحراف إلى العنف إلى غير ذلك. لكن يا أخي هل التضامن هذا نقول توا فيه احتواء؟ مش معقول، كلمة مش مقبولة تماما. تبقى أسئلة مطروحة، سنواصل الحديث عن اللجنة العليا للإصلاح السياسي وعديد المواضيع الأخرى. لا تغادروا مقاعدكم ولا تغيروا المحطة، نعود مباشرة بعد الفاصل. ناخذ رأي الدكتور مصطفى بن جعفر في خصوص ما دار بالحديث بين الثلاثي الموجود، هل أنك موافق أم أنك معارض أفكار اللي تم؟ قلت ثلاثي وأنا خممت على الثلاثي المرح على كل لا شوف، أنا ماذا بيا نحب نأكد على نقطة، فما محاولة ونشوفوا فيها في عديد المجالات وفي عديد المناسبات نتاع تبسيط الأمور. حكومة انتقالية، انتوما بالله علاش معارضين هالحكومة؟ هي انتقالية وبعد بضعة أشهر، أولا ما نعرفوش قداش من شهر رجال الحقوق هاهم بحذانا، شهرين معناتها مازال عندنا شهر دستوريا، شهرين مازال عندنا شهر باش نعملوا الانتخابات. وكما قال توا قبيلة سي عبد الوهاب الهاني، فما ناس تتكلم وكأني
كأني حكومة ماهيش حكومة انتقالية بل تحالف انتخابي قاعد يعد لانتخابات باش يواصل. وقت نشوفوا الحضور على وسائل الإعلام واللغة متاع الإصلاحات وباش يعملوا برامج وفما مخططات تقول ما همش حكاية متاع شهر ولا شهرين. إذن قضية الريبة والشكوك اللي طرحتها أخونا الكريم بالفعل الريبة والشكوك ما زالت موجودة. وعلاش ما زالت موجودة؟ على حتى التصرفات هذه تصرفات كون يجي وزير داخلية يسألوه في فضائية يقولوا له يا ودي هل 24 هذوما والي منهم ثلاثة أرباع متاعهم من الحرس القديم معروفين وعندهم انتماء متاع تجمعي و شنو المشكل؟ هاو تو نراجعوا. يا ودي كيفاش تراجع؟ أنت علاش ما راجعتش أمورك قبل ما تقول ال 24؟ ما تشوف ولا جاوا حطوا لك وريقه وصححت تحتها من غير ما تعرف شكون هذا ومنين جاء وفين ماشي. يعني فما سلوكيات حل التجمع. يا سيدي علاش اليوم؟ علاش مش اول قرار يقع اتخاذه؟ هو تم تعليق انشطه التجمع لم يقع حل. اخي حل يكون بحل قضائي قرار قضائي. نقول ثوره ثورة ما هناش قاعدين في راحة من عقلنا وبالله وقتاش نعملوا كذا ونبدأوا كذا وناخذوا بعين الاعتبار اللي والله كأننا باش ناخذوا بالخاطر متاع الناس الثورة المضادة. يعني قاعدين نتصرفوا والسيد اللي هرب واللي استبد بالبلاد ايش 20 سنة باش نحاسبوه على خاطر ترافيك دو دوفيز. كيفاش تحبوا الثقة ترجع للحكومة هذه؟ ثم الشيء اللي نأكد عليه وماذا بيا رجال القانون قاعدين تبرولوا فينا نوعا ما سامحوني لا تبرولوا فينا وقلي بالله أنا توا رانا باش نستشيروا الناس الكل وتوا نشوفوا راي. ثم قلت أنت بنفسك اللي راي ماهيش قرار هذه اللجنة ماهيش شكون باش يقرر؟ أشكون باش يقرر؟ حكومة ما عندها حتى قيد وحتى شيء يضبطها. يعني لو كان الحقوقيين هذوما الأساتذة الأعزاء يقولون أشنية المنظومة اللي تقرب شوية من الديمقراطية باش فما ناس عندها السلطة في يدها الكل وما عندها حتى رقيب. اسمو سمعتك خبرك باش لا لا خليني نكمل ونحبك تجاوبني خاطر توا هذا مطروح احنا نطرحوا فيه القوى السياسية توا عندنا أكثر من شهر ولا شهرين. يا ولدي يلزم هيئة سياسية تمثل الحساسيات الكل والعائلات السياسية والأحزاب السياسية والتنظيمات المجتمعية وهذيك هي اللي تعمل البيلوتاج متاع المرحلة هذه. واللي حكومة انتقالية تقنية بالفعل تسهر على تصريف الشؤون العادية وهي فيها الاستمرارية بالنسبة للعلاقات الخارجية بالنسبة للحركة الاقتصادية بالنسبة لحاجيات المواطن المكاتب المستشفيات باش المواطن يلقى راحته يبدأ مطمئن هذا كله حريصين عليه. لكن إلى جانب هذه الحكومة فما هيئة سياسية هي اللي ربما تجي للجنة اللجنة هذه متاع الإصلاح وتقول لها ها والسياسيين شي يحبوا وقتها هما باش يخيطوا لها على القياس. اما مش نعملوا استشارات فرديه اطراف وما نعرفوش شكونهم ما ثماش قائمه مضبوطه ما ثماش قانون خلق اللجنه هذه متاع الاصلاح. يعني ما نشكوش في لا في الشخص اللي يترأسها انا صديق يعني مش بقطع النظر عن كونه يعني قمه في العلم ومعروف دوليا وحتى انسان ما يقدح في شخص من الاشخاص حتى اللي في التركيبه. لكن يا أخي